الحصان عشان نروح الميوزم. هنا اي واحد بتشوف طريق عاوز بيشوف فيك عشان تروح المكان. اي حد but really say no thank you. Always say no thank you. You don't have five more? حبيت نوريكم هذا طريق الكباش، هي من معبد الأقصر اللي توصل بيه حتى الكرنك. بص اللي هناك ده، هناك ده باب المماليك. بص ده بقى الباب اللي هنا ده اللي هو طريق دي كانت تخش هنا الخدم. لكن المماليك هتلف من الناحية الثانية وتخش من ناحية الباب الثاني. طريق الكبش وهنا طريق الاخر هو طريق خان امون. هو اثنين طريق كبش بس دي طريق الخدم. طريق الخدم باب العبيد ده. الباب الثاني اللي هو بتاع المماليك اللي هو هناك ده. ده تلاقي حتلاقي الدماغ، دماغ توت عنخ امون بتاعت الملك. دي طريق الكبش الأقصر لل كيف؟ الأقصر لل الكرنك. سين برازيو. دي طريق الكبش. تحنيط like a mommy like this. The left one he's like alive. You see his legs. التمثال على الشمال هو حي، هو رمسيس. التمثال رمسيس. Yeah. رمسيس too. And this is granite. One stone. One this. This area no roof open. بكده مكان مفتوح للصلاة. For local people. This is like a church. ده زي الجامع. يصلي فيه. ودي أهم زوجة نفرتاري. نفرتيتي. حلاوتها. جميلة جميلة. It's a beautiful year, beautiful life. Water, how level high, look here far down, flood. بص المسجد قالت فين؟ 1200 فيضان النيل. عشان كده راح بنوس الهاي دام سد العنق. ودي كانت كلها متغطية ومتلونة. 134 كولومز 134 عمود. وطبعا جيمس بوند ميك ا موفي هير. عن عمر الشريف. في زلزال صار هنا؟ 27 قبل الميلاد. 27 قبل الميلاد. We have earthquake 27 BC long time. And here it should be like this. Come on. 134 columns. Look when the flood come. بص المايه لما دخلت وقعت. حصل ترميم restoration. Come to show the color. And a bridge. This is like a mosque. وده كان مترمم ريستوريشن بس ذا كلرز اب. تحبوا صوركم مع بعض؟ Yeah, because I will have roof to get light from all time. 134 دي اسمها المسلة و 25 متر ارتفاع. واو ما شاء الله. هنا في كتير حاجات يعني اتدمرت عشان الزلزال. دي ملكة حتشبسوت ارتفاعها 30 متر. الرمز هذا يرمز لل مفتاح الحياة. In Maya. Yes. But Egyptian, no. Only animals. Like this. The king and table was full. بصوا هنا فوق الملك قاعد والطلبه زي القرابين شايفها؟ Like this. How look like you know. 4000 years old. ذي القربين؟ ده المسبح.
And it's broken your life. Really. Yeah, because time, flood, earthquake. And the king, he can see everything from look, the temple down, and he can see everything from there. ذي المكان اسمه الجوران، يلفوا بيه حواليه ثلاث مرات الحظ الحلو، لو واحد عنده أمنية بيلف حواليه، وكل ما أكتر ممكن تعمل 5 مرات ولا 7 مرات. أما احنا الحمد لله عندنا مكة اللي عين ما أنت عنده أمنية ولا طلب من عند ربي يمشي المكة يطلبه من عند ربي. واو، هنا الفيو طيارة على الأخر. سلوى، وكان نحكي لكم بالتونسي، مصري، فرنش، انجليش، follow me. توش ناخذ الباتو هذايا. بيه المصريين 1 جنيه، اما الاجانب 5 جنيه. والله يا هنا الحياة تبخر كيسة برشا، احلى الفيو زادا طيارة على الاخر. سو ليتس جو. طلعنا على المركب، فيو هنا طيارة على الاخر. شوف القرب قداش كبير. هذه الطبق الثاني، الطبق الاولاني تحت. ب1 جنيه. احنا توا في متحف الاقصر، هذي عمود لإله آمون الحجر الرملي للملك إنتف الثاني، شر الأقدم المعبد. هذا الوزير منحوتب
حدث تمثيل الملك أمنحوتب الثالث من أصنام الجرانيت الأسود. هذه كتف باب الجانب الأيمن من مدخل مخزن بخور الملكة حنش بتسود مدون عليها نص تذكر فيها إنها شيدت ذلك كمعمل تذكاري لأبيها أمون. Amazing. هنا نقش ويصور الإله أمون حجر جيري. واو. هنا نقش بارز للملك تحت موسى الثالث حجر جيري. نقش بارز للملك تحت موسى الثالث حجر جيري ملون. هنا أبو الهول يقدم قربانا. نقدم في المزدوج جرانيت كرنك. هنا المحنطة. واو. تحنيط هنا يقال مومياء أحمس من الأسرة 18 وعثر على هذه المومياء في خبيئة الدير البهري ونقلت إليه بواسطة كهنة المخلصين أثناء عصر الانتقال السادس القادر عمر الملك أحمس أثناء الوفاة بحوالي 22 عاما. ومن المفارقة أن مومياء هذا الملك العظيم والمحارب توضح أنه كان ضعيف البنية. الجسمين مش الصورة واضحة ولا لا. تعال نشوف ايه مكتوب. هذه مومياء ملكية اواخر الاسرة 18 اواخر الاسرة 19 ما يتم عشرة وهذه مومياء في عالم بواسطة متحف شلالات نياجرا وظلت هناك لفترة طويلة لا يعلم أنها أحد إلا أين اشتراها متحف مايكل. هذه العملة الذهبية العصر الروماني. هنا تابوت الأدمي من الخشب المخزن المتحف في بالقرنة. هي حمل مصابيح من القرن 86 الميلادي. هلا مروحين finish our day yeah right but here I will show you the museum by night. It's very beautiful. So what do you say after finish our day? I yes I don't understand the question.
What do you say? What do you think about our day or the day? It was cool. I feel tired. I really don't like it. What do you? طب احنا خلصنا يومنا, كملنا مع الميوزيوم, كان حلو جدا. وهلا اخذنا هورست وايت هورست تو جو تو ذا هوتيل. يس, لانه ما لقيناش يعني ميكروباص, بس حلو بالليل لوكسر. فولو مي tomorrow you will get air balloon. Let's show you the other side. It's very beautiful. So after all of this thing, we say bye bye. Bye.